ها عاشور لادهم السايبو لعبد الله السعيد حلوه من قدام المنطقه تسديده جامده جول 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 ايه يا ابن الجمال ده فوقتنا خضتنا وليد يا سلام يا وليد بص الاستلام واخد قرار وباصص وحاططها في المقص مش ممكن محمود السيد وقلت لحضراتكم المفاجاه من بره ال 18 هي اللي ما ادتش افضليه لمحمود يقف كويس في المرمى في مباراه 2011 يعني ما يقرب من اربع خمس سنين دلوقتي اكتر من خمس سنين ادي نور اتلعبت وادي المتابعه مره تاني وشريف جول 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 جزاء وادي دجله المره دي من كره ثابته العارضه تساعد شريف في الكره الاولى لكن المتابعه كانت موجوده من خالد واعتقد انها غيرت اتجاهها لمست في احد لاعبي النادي الاهلي كمان وغيرت اتجاهها وتاخذ طريقها الى مرمى النادي الاهلي ما نقدرش نقول انه اونجو عشان كده تتقطع الهجمه المرتده كاسونجو في منتهى الخطوره كاسونجو جول جول المافيوزو كاسونجو كابونجو تبديل رائع لمختار ضغط هجومي للنادي الاهلي وايضا هجمات عادي جونيور اجاي جوه 18 وجول جول جونيور اجاي قول عليه اجاي قول عليه اجاييه بيسجل هدفه الاول للاهلي جونيور اجاي وقف وافتكر ابراهيم نور الدين يعني لغى الهدف لكن من لمسه رائعه لمس الكوره والثانيه بيسال وليد سليمان بيقول له كوره جول ولا مش جول جونيور اجاي جديد على الدوري المصري ومع اول هدف ليه هدف ثاني لسه بنقول لسه بنتوقع المباراه هايله اربع اهداف راحت وجات كذا مره يتقدم الاهلي يتعادل الاتحاد يتقدم الاتحاد يتعادل الاهلي ولسه اللقاء فيه لسه حوالي ثلث ساعه